موجز لأهم الأنباء كنقدموه لكم من شوف تي في. أهلا بكم. غادي يترأس الملك محمد السادس عصر يوم السبت 10 غشت الجاري واللي كيوافق ثاني أيام عيد الفطر حفل البيعة والولاء بساحة المشوار السعيد بالقصر الملكي بالرباط. يأتي حفل الولاء في ثاني من شهر شوال في سياق احتفالات المغرب بالذكرى 14 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه واللي تميزت في 30 من شهر يوليوز الماضي بحفل استقبال لترأسه الملكة بالدار البيضاء على شرف كبار مسؤولي الدولة وزعماء الأحزاب وغيرهما من الشخصيات المدنية والعسكرية. أفاد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ أصدره اليوم بأن عملية المراقبة اللي انجزها خلال شهر رمضان على مستوى جهتي الرباط سلاز مرتعير والغرب شراردة بني حسن أسفرت عن حجز إتلاف 34 طن و 978 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية. وأشار المصدر ذاته إلى أن فرق المراقبة الدائمة التابعة للمكتب انجزت 1462 زيارة ميدانية للمراقبة تم خلالها مراقبة 6898 نقطة بيع وكذا وحدة تصنيع ومعالجة المواد الغذائية بالإضافة إلى المطاعم الجماعية. مغربيا لم يشارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اللي عاد الى الجزائر في 16 يوليوز بعد ان بقي في الخارج لاكثر من 80 يوم لتلقي العلاج. لم يشارك اليوم في صلاة عيد الفطر في الجامع الكبير، وشارك في صلاة رئيس الوزراء عبد الملك سلال ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صلاح والمجلس الشعبي الوطني محمد العربي والخليفة بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. في الخبر الدولي، بث التلفزيون السوري صباح اليوم صورا لرئيس بشار الأسد وهو يؤدي صلاة عيد الفطر، وذلك بعد أنباء للمعارضة عن استهداف موكبه بقذائف صاروخية أصابته وهو في طريقه إلى مسجد أنس بن مالك في الحي الملكي بدمشق. من جانبهم قالوا مقاتلو المعارضة السورية اليوم أنهم استهدفوا موكب رئيس بشار الأسد وهو متجه إلى مسجد في دمشق لأداء صلاة عيد الفطر، لكن التلفزيون السوري بث لقطات مصورة له وهو يؤدي الصلاة ولم يلحق به أي أذى. في الخبر يدي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أسقط ريال مدريد فريق تشيلسي تحت قيادة مدير الفني البرتغالي خوسيه مورينيو في مباراة ودية فجر الخميس، وتقدم ريال مدريد عن طريق مارسيليو في الدقيقة 14 وتعادل راميريس لتشيلسي في الدقيقة 17. بالخبر يدي كنختموا معكم موجزنا، كنشكروا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.